بالموازاة مع إعادة إقلاع السياحة 2020 كانت كذلك لنا فرصة باش نخمو على أش المستقبل بغينا للسياحة ديالنا. واش غادي نبقاو في ديك 13 مليون سائح اللي كانت عندنا في 2019 ولا واش يمكن لنا نطمحوا لأكثر؟ وفاش بدينا التفكير في خريطة الطريق مع المهنيين ومع المكتب الوطني للسياحة ولا سميتو جميع المتدخلين، خرجنا جميع بخلاصة واحدة اللي هي أننا عندنا طموحات كبيرة وخصنا نزعمو إلى بغينا نحقوها. واليوم عندنا رؤية واضحة، بغينا نوصلوا 26 مليون سائح في أفق 2030 ونخلقوا 200 ألف منصب شغل، يولي المغرب من 15 أكبر وجهة سياحية في العالم. وكمرحلة أولى طلقنا خريطة الطريق اللي الهدف ديالها هي نوصلوا 17.5 مليون سائح في 2026. واللي مهم واستثنائي هو أننا وقعنا على هذه الخريطة الطريق مع الحكومة، والحكومة خصت لهذه خريطة الطريق 6.1 مليار ديال الدرهم اللي هو قدر غير مسبوق، وهذا الشيء كيبين الأهمية اللي كتعطي الحكومة الحالية لقطاع السياحة. نعطيكم بعجالة واحد الفكرة على هذه خريطة الطريق، هي كترتكز على تصور جديد للعرض اللي هو مبني على تجربة الزبون. حيت كيف ما كتعرفوا اليوم السياحة في العالم كتعرف منافسة كبيرة، والمؤهلات السياحية بالفعل مهمة، ولكن ما تتكفيش باش تخلق ديك التجربة السياحية الفريدة اللي كيقلبوا عليها السياح. داكشي علاش حنا دزنا من واحد التصور اللي هو مبني على المدن الى تصور اللي مبني على التجربة السياحية. ووضعنا 9 ديال السلاسل موضوعاتية كالسياحة الثقافية أو سياحة الريادة المائية أو سيتي بغاك، يعني سياحة المدن، أو سياحة في الهواء الطلق، سياحة الصحراء والواحات إلى آخره. وكل سلسلة غادي نلقاو فيها جميع الوجهات في المغرب اللي يقدر يعيش فيها السائح هذه التجربة. وباش نضمنوا النجاح لخريطة الطريق اعتمدنا حكامة جديدة من خلال إحداث لأول مرة لجنة وطنية كيترأسها السيد رئيس الحكومة. علاش؟ لأن كلكم كتعرفوا بأن السياحة عندها واحد الطابع أفقي، وكاين عدة قطاعات اللي كيدخلوا في تجربة السائح، كاين قطاع النقل، قطاع كاين الداخلية، كاين الثقافة، وداكشي علاش هاد اللجنة فيها هاد القطاعات كاملة. وعندنا كذلك لجنتين على الصعيد الوطني اللي هما لجنة غادي تكون مكلفة بالربط الجوي، واللجنة غادي تكون مكلفة بالعرض والطلب، وعندنا 12 لجان جهوية اللي كيترأسوها السادة الولاد اللي غادي يكونوا اللي غادي يتبعوا هاد المخططات الجهوية وينزلوا جميع المشاريع. كذلك باش ننزلوا هاد العرض اشتغلنا على واحد الروافع أساسية. الأولى هي تعزيز النقل الجوي. مثلا في سنة 2023 رفعنا عدد مقاعد النقل الجوي ب 22%، وعقدنا اتفاقية شراكة تاريخية مع غايانير اللي طلقنا فيها 24 خط دولي مع 8 ديال الأسواق استراتيجية، وفتحنا أيضا 11 خط جوي داخلي جديد. وهذا الشيء غادي يمكننا أولا باش نفكوا العزلة على بعض المناطق، ثانيا هذا الشيء غادي يمكن السكان المغاربة يسافروا في المغرب بيئة ميناء مناسبة وبسهولة كذلك، وغادي يمكن السائح الأجنبي يطول مدة الإقامة ديالو ملي يجي المغرب. مثلا يمكن له يدوز 3 أيام في مراكش ومشي يدوز يومين في الرشيدية، حيت دابا كاين واحد الطائرة كتربط بين هاد جوج المدن. كذلك كنشتغلوا على الاستثمار في الطاقة الإيوائية اللي هي واحد التحدي كبير بالنسبة لنا، خصوصا وأن مع هذه التظاهرات اللي غننظموا من هنا 2030، ولاحظنا إقبال علامات عالمية معروفة على الاستثمار في بلادنا، وشفنا افتتاح فنادق متميزة في مختلف جهات المغرب. فتحنا في 2023 واحد أكثر من 130 فندق في المغرب، وهذا الشيء تيبين هذا بأن المستثمرين تيتيقوا في هذه البلاد وبغاو يستثمروا، ودابا هذا الشيء مازال مستمرين فيه في 2024. عندنا كذلك الاستثمار في الترفيه، لان كنعرفوا بان كاين واحد الخصاص في المغرب، دونك ما كاينش غير